دار لحداش وثلاثة وعشرين دقيقة. رادار ديما في مواكبة لعيد الأضحى. كنا قبل نحكي وكنا بكري شوية حكينا مع عميد البياطرة سيد أحمد رجب على النصائح اللي تهم أضحية العيد والحوار كامل تلقاوه على قناة يوتيوب إكسبريس إف إم. توا باش نحكيو على جانب النقل ونحكيو على سيارات اللواج اللي نذكروا استثناء تم السماح لها لأنها تكون موجودة على كامل تراب الجمهورية. خلينا نحكيو على الاكتظاظ موجود وإلا لا في محطات اللواج مع رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب سيارات اللواج سي عدنان علوش. أهلا وسهلا ومرحبا بك سي عدنان. أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي إكسبريس إف إم. مشكور جدا على التدخل معنا سي عدنان. إذا الصورة معاك خليها جينا من المحطات اللي شفتهم أنت، محطات اللواج، هل أنه فما اكتظاظ؟ هل أنه الأمور قاعدة تصير على ما يرام؟ الطرق التنظيمية قاعدة تصير بطريقة معناتها ملائمة لتنقل مريح للمسافرين؟ أيضا الحديث على أنه التعريفة اليوم فما مطالبة بتعريفات تكون زي على التعريفات العادية، مع باهظة فقط باش يتم تأمين نقل المسافرين. هذه الوضعية اليوم جينا سي عدنان من خلال محطات اللواجات، كيفاش الوضعية اليوم تحديدا؟ بارك الله فيك. حبيت نقول اللي لاحظ بدينا نلاحظوا في الاكتظاظ منذ تو اربع خمس ايام الى حين جاتنا المراسله كما جينا كل عام من وزاره النقل ووزاره الداخليه للامن، يقولوا انه لتامين ونقل المسافرين لكامل انحاء الجمهوريه معناتها ممكن لسيارات لازم بصفه استثنائيه للواجات نقل على كامل تراب الجمهوريه دون التقيد بمنطقه جولان المذكوره ببطاقه الاستغلال. دونك وهذا كله بالطبيعه لتسهيل للحرفاء باش يتنقلوا ويرجعوا جهاتهم للاحتفال مع عائلاتهم بعيد الاضحى المبارك. بدينا احنا خدمتنا بالاشتراك مع وزاره النقل ومع وزاره الداخليه، دونك نلاحظوا انه في المحطات موجودين ديما اعضاء النقابه في كامل الجمهوريه، في كامل محطات الجمهوريه كيف كيف مع مراقبي وزاره النقل. هذا الكل بالطبيعه لتامين قلنا للتامين النقل لاهالينا والمواطنين باش يرجعوا لجهاتهم. على مستوى تونس الكبرى بالنسبه للمحطات خاصه منصب الاكتظاظ اللي لاحظناه كان عنده تو 43، حتى من الصباح بكري تلقى الاكتظاظ رهيب معناتها. ونبون فوا من البارح الصباح خرجت المراسله بولاو برشا تحولوا معناتها من الخطوط نتاعهم لخطوط اخرى برشا الواجهات، وامنا نقلهم الكل معناتها الى معناتها حتى كيف كيف باب علي وكيف كيف باب سعدون. الملاحظه اللي قاعده ديما في اللي فيه نقص الخط معناتها ديما وفي كل معناتها المواسم السابقه سواء اداريه ولا دينيه، هو خط الشمال الغربي، يعني كي يقولوا الشمال الغربي باجه جندوب الكيف نعبطوا حتى الوسط كما سليانا والقصرين، هذاك ديما نلقاو معناتها مهما وفرنا وسائل نقل سواء كانت حافلات او لواجات ديما فما نقص بحكم تواجد معناتها عدد كبير يخدموا في العاصمه سواء معناتها كادارات او عمل خاص. البارح اللي خلصنا البارح معناتها كانت كما معناتها الركحه صغيره انه موجودين الكراب صحيح مش برشا، اما ما فماش برشا مواطنين روحوا الناس كل جينا لليوم من جماعه اللي نقول لهم انا بكاكه 90 اللي يقعدوا يخدموا لاخر وقت يعطيهم الصحه وبارك الله فيهم معناتها، وفما شكون يختار زاد يقعد الاخر نهار يحب يروح ما يحبش قبل معناتها يخرج. اليوم لاحظنا فما اكتظاظ كبير الصباح ما خاصة كيف كيف على مستوى الشمال الغربي في الجهات اللي باش يتحولوا كيف كيف مثلا نحكيو كوتي في بنزرت في المحطة الداخلية اللي ذات الحزام الأزرق نلقاو مثلا على خط فجنان ولا خط ماطر ما نلقاوش الكراء فما كان الحرفاء والمواطنين خاطر قلت لك اختاروا اليوم الصباح كيف كيف وفرنا لهم بالتليفون حتى اللي بالقانون السيارات النقل اللواجات كي يجيو يدخلوا مثلا لتونس والا يدخلوا للبنزرت كي يلقاو العباد موجودين في خطهم هما يهزوا هيكم الاولى، سينو اذا ما فماش يوليو بالسيف عليهم اجباريا عملهم بالتنسيق مع وزاره الداخليه ومع وزاره النقل ينقلوا الحرفاء هذوكم للقضاء على كل الفوضى والاكتظاظ اللي نحب ننصح به انه بالنسبه للحال اي اليوم معناتها قلت لنا اللي فما تدخل من عند سائقي اللواج انه يحاولوا يامنوا انه ما تصيرش فما اكتظاظ والا فوضى. اي اللي تحب تنبه عليه سي عدنان. اي بالضبط.
اللي نحب نقوله أنه بالنسبة للحريف نحب يستنوا في وسط المحطة داخل المحطة، ما يستنوش البرة كما نراهم ساعة ساعة في باب علي وخاصة البرة، ولا هنا يدخل ما قد ما تقعد لداخل تستنى قد ما تكون فرصة أكبر باش تتنقل، خاطر فما الغديكة شكون هو اللي ينظم قاعدة سواء من الغرفة من النقابة أو من إدارة النقل نتاعنا، وتأمين الحياة والبرة باش يقعد يجري ورا الواش، لكن المظهر هذاك ماذا بينا ما نشوفوش، والواشات خاطر عطينا تعليمات نتاعنا باش يهبطوا الحرفاء اللي جايين الداخل في المحطه. حاجه اخرى رانا مضبوطين بتسعيره قانونيه، راهم ما يهزوش معناتها ما ننقلوش الحرفاء نتاعنا بفلوس اكثر، او راهو اذا صارت حاجه راهي هذيك كاكسبسيونال حاله استثنائيه، وراهو هذيك حاله شاذه، راهو كيما في اي قطاع ولا في اي ديما فما الباهي والخايب، هذاك الخايب راهو ما يمثلناش، احنا عندنا 12000 وسيلة نقل تبع اللواج تدور في طرقات كامل الجمهوريه، اذا فما 50 ولا 60 عملوا هكاك راهو ما يمثلوناش، بالعكس انا نزيد اكثر، انا كرئيس غرفه وطنيه نقول للحارف نتاعنا اذا ريت واحد يحب يستغل والا يبتز، راهو ما رفعناش جمله، راهي هي بيدها تعريفها تهزك كيما في وسط العام كيما في العيد، راهو فما مركز امن في المحطه، راهو فما عون نتاع مراقبه، راهو كيف عندنا اعضاء النقابه الغادي يمشي يشكي لهم ياخذوا معاها الترتيب اللازم، هذاك مش احنا مسؤولين عليه، معناتها احنا ما يزيدش احنا المتركاز اللي وقع ولو انه مش وقته تو احنا خاطر عيد على الاكسيدونات اللي حين في حين، راهو مش احنا برك معناتها هذاك نجم موضوع كبير ونجم نحكي معك بصفه ذاتيه فرصه عليه. اخرى نحكي عليه احنا كالوجهات بالعكس نسوق مليح حتى كي ما نجريوش، راه خاطر ما عندنا ما نربحوا مش كما يقولوا تو في وسائل التواصل الاجتماعي يجري وخاطر مش اكثر بواجر ولا تجري ولا ما تجريش طريقك هو بيدو نفس الرد الدرس بقى اللي احنا عندنا جدول ترتيب من قبل بنهار من قبل بجمعه هو بيدو قاعد نخدم عليه، يعني تجري ولا ما تجريش كيف كيف، وخاصه كي تجري تو معناتها الطاقه غاليه المازوت غلاء بالعكس كي ما تجريش خير، نوصيهم ديما عدم عمل مثلاً في الجوال، عدم ملازمة اليمين، عدم الأفراد في السرعة حتى كان 110 عندك 90 مثال ما عندك ما تربع، نأمنوا رجوع مواطنينا إلى أهاليهم وجهاتهم باش يحتفلوا بعيد الأضحى مبارك مع عائلاتهم، ونكونوا الناس الكل معناتها عدينا عطلتنا آمنة، ونحب لهنا نحب نختم كان ما عندكش حاجة أخرى أختي، نحب نهدي معناتها ليكم أنتم نتمنى لكم عيد مبروك، شكرا لكم كافة إعلامية تونس كافة الشعب التونسي وخاصة زملائي اللوجستية في كامة تراب الجمهورية هم وعائلاتهم، إن شاء الله عيدهم مبروك. مشكور جدا سي عدنان. إذا سي عدنان فقط حاجة بركة، إذا توا المشهد من محطات اللواج ما فماش الاكتظاظ اللي ممكن يخلي التوانسة ما يوصلوش خلينا نقولوا يروحوا معناها يوصلوا للدار. حاليا في اللحظة هذه اللي أنا معك في التليفون ما فماش اكتظاظ، فما كان على خط في باب في محطة باب سعدون بركة وخط شمال غربي. صار الاكتظاظ اليوم الصباح بكري في المحطات الثلاثة اللي في وسط تونس الكبرى. في المحطات صار الصباح بكري اليوم ما بارتين من الاربع ونص الصباح حتى يمكن السبعه ونص ثمانيه، وعمليه ركحت الامور الحمد لله خاصه مع دخول ودوافد معناتها اللواجات الاخرين اللي جايين من الجهات الاخرى داخلين وصل للعاصمه، عمليه نقل المسافرين الداخليه الكل راهو موجود النقل موجود حتى لو كنت تلقاو محطه راهو معناتها ما فيهاش راهو جست شويه وقت وراهو باش يدخلوا لكم لواجات اخرين من المنطقه المقابله، والا من فهميك باش يوليو فما لواجات باش يجيو من الجهات الاخرى موجودين وتطلعوا بقدره ربي اليوم ماكسيموم كما نقولوا الخمسه تاع العشيه الاربعه تاع العشيه الناس الكل تروح لدارهم، ما بالطبيعه بتضافر جهود مع وزاره النقل مع الحافلات مع اللواج. تامين عمليات نقل المسافرين سيتواصل الى النهار 3 جويليه من البارح 26 لنهار 3 جويليه الاثنين الجاي، نروحوا بهم لديارهم يكونوا على قضاء وعطلتهم ويرجعوا لاقاماتهم وعملهم مناطق عملهم قلت ربي. مشكور جدا سي عدنان علوش رئيس الغرفه الوطنيه لاصحاب سيارات اللواج على كل هذه التوضيحات مواصلين معك.